السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في برنامج بيم تلتمستين جلو في بعض الاوبشن اللي بتساعدنا شغل بتاعي. ممكن اجي هنا واقول له اوبشن فيقول لي عندك جنرال وباك جراوند وادفانسد. طيب الجنرال عايز التو دي فيو دي عايز اشوفها ولا لا، النافيجيشن تولز دي عايز اشوفها ولا لا، طب الفيو كيوب دوت عايز اشوفها ولا لا، طب الكاميرا الشفافية درجة الشفافية، طيب المارك اب لو انت في حاجه كاتبها مارك اب بس شوفها ولا لا. لو انا عملت سيلكت عايز اللون الحاجه اللي تعملها سيلكت دي تاخد لون ايه، تمام؟ يعني تيجي تعمل سيلكت ده تاخد لون ازرق ولا تاخد لون احمر وهكذا، تمام. التكست سايز الجريد لاين عايز تشوفه ولا لا. طيب التول بار عايز تعمل ريستور لي ولا لا. الاكس والواي وزد عايز مكانهم موجودين فين، تمام. الباك جراوند ممكن مثلا تخليه لون واحد او تخليه درجات وتختار اللون من فوق هنا على سبيل المثال، او تقول له اوريزن بالشكل دوت يبقى فيه اكتر من لون. الادفانسد اليونت اللي انت هتشتغل بيها، طبعا احنا اغلب شغلنا بالمليمتر. الزوايا بقى الكسور العشرية تبقى قد ايه، عايز تظهر التكست واللاينز خلي بالك اللاينز بتبدأ تظهر، تمام. الفريم ريت بتاعك قد ايه، الجرافيك سيستم عندك اوتوديسك وبيزك، الاوتوديسك افضل في الرؤية. هنا في بعض الاجهزة فيها حاجات بتخلي الجهاز بتاعك سريع، لو انت علمت الاختيار ده وجهازك قديم بتلاقي الشغل بقى تقيل، فده بتعمله لو الجهاز بتاعك قوي. ديسبلاي ماتيريال لو في اي ماتيريال تبدأ تظهر معاك. الفي ار كاش قد ايه، ممكن كل شويه تفضيه وتبدا من اول جديد لو حسيت الجهاز بتاعك بيهنج. الموديل بريفيتش وهكذا.